هاو في بالك هاو في بالك. مرحبا، كنت لامس حكيت لكم على عدول الشهاد وامس حكيت لكم على عدول التنفيذ. اليوم باش نواصل باش نحكي لكم على بعض النقاط على مهنة المحاماة، وهي خدمة جليلة بالنسبة للمواطنين، على خاطر المحامي ما هو شخص عادي بالنسبة اللي يحتاجه، وإنما هو ساعات بالنسبة للمتهمين الصديق، وهو بالنسبة للمواطنين زادة، وهذه حسب القانون هو المساعد بالنصح وهو المستشار وهو غيره. والمهنة متاع المحاماة هي مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية، والقانون حدد له مهام يقوم بها، والحاجات هذه هي تحرير عقود تأسيس الشركات ولا الترفيع ولا التخفيض في رأس مالها كل ما تعلق الأمر بمساهمة بأصل تجاري، ونحتاجوه زادة في تحرير العقود والاتفاقيات الناقلة للملكية خاصة في العقارات، في عقود المساهمات العينية في رأس مال الشركات التجارية، وبطبيعة الحال مع ضمان اختصاص السادة عدول التنفيذ ومحرر العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية. والأعمال هذه اللي حددها القانون للسادة المحامين ما ينجمش أي حد يعملها زادة، ونحتاج السادة المحامين في مهام التحكيم، وننش نحكي على التحكيم بتاع الكرة وأعمال الوساطة والمصالحة والإئتمان والتصفية الرضائية والتعهد بعقود الوكالة، أعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجنائية والإدارية ومهام التكوين زادة. والسادة المحامين يمكنهم تمثيل حرفائهم ولا الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة ولا هياكل التسيير الجماعي كما تنص عليه العقود التأسيسية للشركات التجارية. والمحامي المرسم لدى التعقيب زادة نجم يكون عضو في مجلس الإدارة ولا مجالس المراقبة في الشركات التجارية، ويتولاو في إطار اختصاصهم تنفيذ المأموريات اللي وكلها لهم المحاكم والهيئات القضائية ولا العدلية، وينجم يقوموا بمهام وكيل رياضي ولا وكيل الفنانين ولا وكيل الملكية الفكرية ولا الصناعية ولا مهام التصرف الائتماني. والمحامي عنده الحق يتنقل خارج مكتبه بكل حرية وحتى خارج تونس باش يقوم مهامه اللي قلناهم الكل، بشرط ما تكونش مخالفة لقانون الدول المعنية. الحاصل الناس هذوما تنجم تعول عليهم في برشا حاجات وربي يدوم العشرة، على خاطر العلاقة ماهيش علاقة قانونية فقط وإنما زادة شخصية، وربي يعطينا على قد قلوبنا، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك هاو في بالك.